حاجتين يعتبروا من اهم العوامل التي تساعد منشئ المحتوى على النجاح على اي منصة وخصوصا اليوتيوب. بما اننا بنتكلم عن اليوتيوب فالحاجتين دول هيساعدوك على زيادة في المشاهدات وزيادة في المشتركين وزيادة في الارباح وزيادة في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة. الحاجة الاولى هي الاستمرارية، والحاجة التانية تنزيل الفيديو بتاعك في وقت مناسب للجمهور. وعلشان منشئ المحتوى يعمل كده لازم في عوامل تساعدك على هذه الاشياء زي سرعة الانترنت. النهاردة جايين نتكلم مع بعض عن سرعة الانترنت اللي بيحتاجها منشئ المحتوى، ولازم تفهم ان ممكن مشكلتك يكون حلها بسيط جدا، زي ان حضرتك تغير الشبكة الخاصة بيك من وي الى اتصالات، او من اتصالات الى وي، او من فيدافون الى اورنج. لازم تفهم ان كل مكان انت قاعد فيه في شبكة بتكون قوية واقوى من التانية. علشان كده هساعدك النهاردة انك تفهم وبعدها تبدأ تاخد التطبيق ده وتعمله على تليفوناتك وعلى تليفونات صحابك علشان تعرف ايه هي اقوى شبكة ممكن تساعدك في النجاح على اليوتيوب، او كمان خطك الارضي اللي ممكن تكلم الدعم الفني علشان تطلب منه زيادة في الابلود. ابلود هو ايه الابلود؟ علشان ترفع اي فيديو على اليوتيوب او على اي منصة لازم يكون عندك ابلود كويس، مش داونلود. داونلود يعني تنزيل الفيديو على جهازك، ابلود يعني رفع الفيديو وتحميله من جهازك على الانترنت على اي منصة. تعالوا مع بعض نفهم الكلام ده عملي عن طريق الموبايل. واول حاجة هنعملها هنفتح جوجل كروم. من جوجل كروم هنيجي هنا على البحث وهنكتب تيست سبيد او سبيد تيست، اي حاجة حضرتك عايزها من الاثنين. مثلا خلينا نعمل سبيد تيست. وهنا في جزئية مهمة جدا هطلب منك انك تعملها، وهي اصدار سطح المكتب. لان حضرتك لو ما عملتش اصدار سطح المكتب وجيت بحثت هنا، اللي هيحصل معاك انه هيظهر لك بس الداونلود، مش هيظهر لك الابلود اللي احنا عايزين نعمل له اختبار علشان نبدأ نفهم، لان احنا محتاجين نغير حاجة لو الابلود بتاعنا قليل، وده اللي هتفهمه دلوقتي وانت معايا. دلوقتي هو بيعمل مع حضرتك تيست، هنعمل جو دلوقتي اهو جو، ويبدأ يعمل الاختبار. بص ده تيست، التيست ده هيكون تيست داونلود، انا عايزه ابلود، فهنا لازم اضغط هنا واعمل اصدار سطح المكتب علشان يبدأ يظهر. بص اصدار سطح المكتب اهو علشان يبدأ يظهر، وبعد كده اعمل جو، هيبقى بالشكل ده اعمل جو. لان لو عملت من غير اصدار سطح المكتب مش هيظهر لي الداونلود والابلود، هيظهر الداونلود بس. هنا بدأ يظهر الاثنين، وزي ما حضرتك شايف الابلود تقريبا 39 او 40. هنشوف دلوقتي الابلود مع بعض وهنبدأ نفهم كل حاجة بالتفصيل دلوقتي علشان نبدأ نوضح لك الابلود بتاعك محتاج يكون قد ايه. دلوقتي الابلود بتاعي 14 و 12 و 10، هنا معناها ان الابلود بتاعي كويس جدا واقدر من خلاله ان ارفع الفيديو بسهولة جدا من غير اي تعب ومن غير ما اشعر باي مشكلة. المشكلة هنا ان انا لو الابلود بتاعي ده 1 او 2 وقتها لازم اعمل الاختبار ده على اي شبكة تانية، اورنج، اس تي سي، زين، اي شبكة خاصة بيك، خاصة بالشبكات الاخرى. ممكن تكون فودافون مش عندك الاقوى، وممكن تعمل الاختبار ده في البلكونة عندك، يبقى فودافون عندك في المطبخ مش شغالة بس شغالة في البلكونة. انا اعرف ناس بترفع الفيديو بتاعها تسيبه في البلكونة وتدخل جوه وتشتغل وتعيش حياتها، وبعد كده تطلع بره تمسك التليفون وتبدأ تشوفه ايه الدنيا فيه. علشان كده بطلب من حضرتك الاتي، لازم تعمل الاختبار وتفهم من خلاله الداونلود بتاعك كام والابلود بتاعك كام، علشان الابلود بتاعك لو قليل تبدأ لإما تكلم الدعم الفني الخاص بشركة وي على الانترنت الارضي، او تبدأ تشوف شبكة تانية غير الشبكة اللي حضرتك شغال عليها عن طريق الموبايل بتاعك، لان هنا معناه ان الشبكة هنا قليلة جدا ومش هتساعد منشئ المحتوى لا على استمرارية ولا على تنزيل في وقت مناسب، وفي التالي انت تعبان وزعلان وزهقان وجمهورك هيقرف منك ويزهق منك، لان هو محتاج بشكل مستمر انك تكون متواجد. علشان كده سبيد تيست مهم جدا انك تعمل اختبار، والاختبار ده هيساعدك انك تفهم ان الابلود بتاعك على الاقل علشان تعمل بث مباشر لازم يكون 6 من الموبايل، من الكمبيوتر لازم يكون 10،
وعلشان حضرتك كمان ترفع فيديو بسرعة كويسة جدا لازم يكون الابلود بتاعك من 5 إلى 6 إلى 7، اما 1 و2 و3 الابلود بيكون اقل جدا، وده اللي بيخلي فيه بطء في ترفع الفيديو. ولو كانت الفيديو بتاعك جودته كبيرة والجودة بتاعته كانت 2 جيجا 3 جيجا بياخد مع حضرتك وقت اطول. انا اعرف ناس بترفع الفيديو بتاعها تقريبا في 24 ساعة، وده بسبب الانترنت اللي عندهم، مع ان عندهم حل كويس جدا ممكن يعملوه واتكلمنا عنه قبل كده، وهو ما نجيبه هوم 4G اورنج اللي هو شغال تقريبا في كل الاماكن اللي موجوده فيها مصر. علشان كده بطالب حضرتك باسرع وقت ممكن انك تعمل الاختبار، واكتب لي الابلود بتاعك كام في الكومنتات وانا هقول لك هيقدر يخدمك كمنشئ محتوى ان حضرتك تنجح على اليوتيوب وتستمر وتنزل فيديوهاتك في وقت مناسب، ولا للاسف الشديد هتعاني على اليوتيوب. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى اليوتيوب اللي حابب يوضح لك ادق التفاصيل. نتقابل في فيديو جديد، شكرا، تحياتي.